يعني ناخذ الان المشاركه عبد الرحمن الحافظ مره ثانيه. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عبد الرحمن الحافظ أحسن الله إليك ونشكرك على الحرص على المشاركة في عرض التلاوة. في أنت وقفت في قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قرأت أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ثم استأنفت بما كانوا يفسقون. هذا الاستئناف غير صحيح. لأن الجار والمجرور في بما كانوا يفسقون متعلق بما سبق في جملة تعليلية أي بسبب فسقهم. بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم، فهذا الرجز نزل بسبب فسقهم. فأنت لا فهنا لا ينبغي أن 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 أن, أن, أن نفصل هنا ما بين الجار والمجرور الذي هو له متعلق بما قبله نجعله كأنه جملة مستقلة. لا بد من الوصل. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم. فإذا انقطع النفس ترجع مرة ثانية بنفس أطول حتى تأتي بالجملتين إن شاء الله. أحسن الله إليك.